ستتولى المملكة المغربية التي تم انتخابها خلال القمة 35 للاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025 ابتداء من يوم غد السبت ولمدة شهر. رئاسة هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية للمملكة على مستوى القارة الإفريقية بقيادة الملك محمد السادس لصالح السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا. بخصوص هذا الموضوع نتابع توضيحات أحمد رياض مراسل قناة بي دي ان تي في في إثيوبيا. رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التي تبدأ غدا السبت هي الثانية منذ عودة المغرب للاتحاد الإفريقي في العام 2017، والأولى كانت في سبتمبر 2019 أثناء عضويته للمجلس لولاية من سنتين امتدت ما بين 2018 حتى 2020. وهذه الرئاسة الحالية تأتي في إطار جهود المغرب المتواصلة لتعزيز السلام والاستقرار ورفاهية المواطن الإفريقي. وكذلك سيناقش المجلس خلال رئاسة المغرب الحالية عدد من الموضوعات، في مقدمتها تغير المناخ والإرهاب وتجنيد الأطفال، فضلا عن الأوضاع في الساحل وأفريقيا الوسطى. وكذلك ستشهد رئاسة المغرب الحالية اجتماعين منفصلين على مستوى الوزراء، سيتم مناقشة التنمية وتطرف الإرهاب في إفريقيا.